وهي إن شاء الله تعالى هذا نوح عن جدر قلينا محاضرة دي قدام بيسي مؤتمر في الوسو الحرائي محاضرة دي نوح بلا مندون إن شاء الله تعالى حنشعل هاي مركينا سودة وشيخنا شيخ عبد الرشيد شيخ علي صوفي هي كلمة دي ستختام إن شاء الله لا لا بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله العظيم أسأل الله أن ينفعنا بكلامه العظيم وأن يمن علينا بنعمته وإحسانه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ما يهمس سواء بالله لأن ربنا يهون النهج إن شاء الله أخواني أخواتي بارك الله فيكم معلمان هل كان هذا شغوط مادين إن بدنا أتفردين أنت ما شاء الله ذكرك إلهي وسعودي ليش كوانين أي طاعة إلهي تقوى ديسة يوددها ونكسين إلهي سبحانه وتعالى نور دحدي لبنت الدنيا آخر الله نقو أنفعو إلهي كلنا نقو أنفعو الله إذن كأب المريو مالتي قوه الرسينا وأنني كب اللوني استحضار النية إن الله نمادنا فضائل الأعمال وحل ليلة كتبت مثلا حديثت وكلا باب لن أخصصان باب فضل الصلاة باب فضل الصوم باب فضل قراءة القرآن باب فضل أنت سويد الوحل لو جيدا إن لقوق ديري قليو لقوق تشجيعيو عمل كان صالحا وحو ناكسين يتكه ليش لأن هذا دريبين وضن ترسنين وحيس كان نقول إيسا مركا شغل روتيني وهو طبيعي وهو هذا نقول فإذا بدنا هذا كيلينين إلا هدي أي كاكدو واجباتك إلهي مويه لكن واحد كفى إذا سنة إيش أمرك ترسنة إيش أمرك ترسلا عمل كان عمل وين وين إلهي درتي إيش الله وظفريسته مجلس ذكر إلهي اللي سقوي ماده الله يا عظمة دي سلوك حسيو وحو إلهي جعل يا اللي سفريو وحو الله رب العالمين ونعم يا هين اللي سكنه هين يو ومقام إلهي أكتي سكوي وين أبا القدك وقوين الوهن أنا إنه الله رب العالمين وحسن يددك ماشا يسوي يمد
من عنده سبحانه وتعالى. أنا عند ظن عبدي كما في الحديث الصحيح، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. مر الله مركاد الله حسته معيذ إلهي وضوته إلهي وكل جرى. قال فإن ذكرني في نفسه، نفسي سوء هدو يوحسه ذكرته في نفسي أنه نفتي إذا قعس يا با إلهي يري إلهي بارنا سبحانه وتعالى. وإن ذكرني في ملأ، ملأ يا جماعة لحظوا هدو يوحسنا ذكرته في ملأ خير منهم، ملأ يا جماعة ذا ما شاء سوتي من هو كخير بدن ما كنا حسيا مركب وح سهلا ما هو حلقه ليو مجامع ذا يقول مدن سيدنا إلهي سبحانه وتعالى هاي نوبري وها نوبركيو أنت سببته وحيدنا الله كابل مريو إخواننا في مؤسسة أنصار السنة يهلم ذا كلمات كهذا أنا نو هلك وشتاقي وكلمات إن شاء الله تعالى دردارا هدي لي إله وانو دردار مي حيادها نخري يسدح حيادوض في سورة الأنعام مذ والباء إلهي وحقصه لما يستري ذلكم وصاكم به ربكين إذن دردار مي لعلكم تعقلون لعلكم تذكرون لعلكم تتقون مركا إن أنه إلهي يشحسو سنة سبحانه وتعالى أدوية دي آخرة دانا أين نسيمين ما شمانت أن نجوبنا أدوية الليلة إلهي بايسكالي سبحانه وتعالى الله بأبوري دائما هذا القرآن كو فرسته ما شاء الله بذا الدار وكحسيو إلهي وحد ودقاء فلا تعقلون ورمي أيضا عقل إلهي وما إذا عقلي إنك فهمين إن إدارتنا إن وحباهين ما شاء الله يجب تلقى له الرسم ده إن لشين دو ناكسن إن إدار الآخرة عيتاي مركا رجل إن يدو مركين هل كان فردي دا ذا يري دا ذا وين بقى ما وقته قف كستو إن جا إن جم إذا إن شاء الله والله إن جدي وجنة قلا إن بقر نقرني ما الذي شيء هرت هذا دويل تهي أما ننتهي جنة مركات قشو بقر بعد نقول قبر هذا تهينا بقرة بعد نقول تاج كم هذا حلو غوس هاريو كل هذا جنة قشو بقر كتاج بالله ساراي بهلك كوا كتولنا افتيم دائما ك دائما في انجليز بارو مالي عربي قالوا له يحب الليلة أف سومالي قالوا له وعي سومالي ده مركب وجوه عليه قيل يلا أبان رغنا لكن من غانو لولو لولو شيء يا أف سومالي قوي غان ما شيء كرتي هذه أذكرنا إيش إيش شيء هو حاجة شيء هو وعي كل كا وهو عرب له يسميه سبحانه وتعالى وأدونك قال يا إن يربى لك هنا إن يربى لك هنا لكن كا جنة مدح الغوص هاري دون تاج كا افتين كيسة ولا العديسة بين المشرق والمغرب وقف سنية هذا ولا ليا بارك الله فيكم هنقويناتو آخر قلوبتنا إنها قويناتو أين أغانو وحا إنو دذلك إن أنو كبحنا إنو يجهدك إنو الله إمان إنو يفرائد إنو قدن إنو يقران كإنو أخرسنا إنو منتهى ذا إنو يحيى الجنة ورضا الله إلهي إنو كارا لنغضو أو جنة قشو هل كاوي ما شاء أصعتها ما شاء اللي دوري إلى ذو ذا شو هل كاوي إلى هد جنة قشو دار الخلد لوك توقوه الرئيس يدل قشو الجنة كجوك ستو وحاد كجوك ستي دار الخلد بات كجوك ستي وانو لان إشاء ولي قادي من ميش برواقات كجري إشاء ولي قادي بات أركي ميش نعيم استبد جوكتوا وتاني ذي شيء جيو تضبط بان وغيره بقرتوية الجنة وحي أم علينا يعني بقرتوية يكون نحن ليهين دي أولي ما لها اللغة قانون يسكو مرمر أمبو يقيني إنه بقر نقونا يمين من الدوية ذا لما بقر ميل مو ذا جوكي كران وعريري لكن إلا هكتش عريري ما يالو وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ملكا كبيرا أنت الله رب العالمين كتل مامي ما هينا المملكة أذكر نحن وشهي أذيك ملكي قال لقود حلسيني وفي الحديث أدنى أهل الجنة منزلة جنة كانوا قد رجه سي من يرى إلى ملكه ودوره وحوره مسيرة 700 سنة بأسرع جواد كن سنة إلا صعد أيوه كدا ونيا بقرتو يديسا
iyo gurihiisa iyo daarihiisa iyo gabdhihiisa gabdhahana iyaguna waa boqorro weeye gabadh meeshaa iska joogto oo afar gidaar oo tacbaan aho ku dhex joogta meehe waxaa la siinayaa boqortooyo anta boqor wahiya boqora boqor fi boqora allahu akbar maa ancamaha waacdamaha nasabkii wuu dhammaaday tacabkii wuu dhammaaday nasab bisaad ayay tacab wuu dhammaaday mashaakil oo dhan waa haray ahluljannati allaha naga dhigo waxay ku qowli doonaan oo ilaahay ku xamdin doonaan alxamdu lilaahi aladii adhaba cana alxasan liannahu daaru lxusni weeye waa daar murugo weeye daar cid ay u dhammaystirmaysa ma jiro waa maalin hadday ka farxiso maalinta dambe way kaa nixin khabar wanaagsan ku xunun baa ka dambeeya qurux kaste falxumaa ka dambaysa dhallinyaranimo kastana gabow baa ka dambeeya caafimaad walbana cudur baa ka dambeeya hino walba iyo deeq iyo lacag iyona faqri un baa ka dambeeya ugu dambays nolosha mowd baa u dambeeya hadihi nihaayatuha waxaaleeyahay mucamar bilugala daa buu noqday oo imisuu jir toddobaatan sideetan sagaashan hadduu gaaro waxaa leeyahay war sideetan iyo sagaashan waa fadhi yaroo jannada fariisatay weeye adigii asxaabtaada ood ku shaahayseen weeye wax weeyeyna kula noqonin baashar yayna ku indha sharcaadinin waa waanada rabbigeen subxaanahu watacaala uu nagu waaninayo meesha aynu hamigeenna iyo juhdigeenna iyo dadaalkeenna isugu geynayno innaga dhexdeenna iyo ummadda inta naga maqan iyo caalamka oo idilba ha noqdo kayfa nadkhulu aljanna wananjuu min annaar jannada seen ku gallaa cadaabka ilaahayna uga badbaadnaa daarulkhuldi seen u gallaa see rabbigeen filjannati aynu ku aragnaa ilaahay baa ahluljannati mubaasharatan la hadlaya rasuul uma soo dirayo malagna uu soo diri maayo mubaasharatan buu la hadlay oo ay maqlayaan oo ay arkayaan markaasuu ku odhanayaa ahlaljanna halkaasay odhanayaan labayka rabbii wasacdayk bal iska qiyaas qaada adoo ku jira kuwaa ilaahay uu la hadlayo mubaasharatan oo odhanaya labayka rabbii wasacdayka walkhayru kulluhu fi yadayk oo odhanaya raalli ma noqoteen ilaahay baanu ma raalli noqoteen maxaan raalli la noqon weyne ma waxaadna siisay waxaadan cidnaba siinin miyaadan wejiga noo wejiyadeenna aadan noo cadaynin oo noo nuurinin meesha wejiga ahlulcusaati wa ah jahannam ay mugdi ay yihiin miyaadan jannadiina gelinin oo cadaabkii aad naga badbaadinin kolkaasuu rabbigan odhanayaa wax ka fiican ma idin siiyaa waxaan idin siiyey waxay isleeyihiin waxaan aad haysataan wax ka fiican maba jiro markaasay ma jira ma odhan karaane waxay odhanayaan waayu shayin afdalu min dalik ilaahayow maxaa waxaadna siisay kaba fadli badanba muxuuba noqon karaaba halkaasuu ilaahay odhanayaa uxillu calaykum ridwaani falaa asqatu calaykum bacdahu abada waxaan idin huwinayaa oon idin siinayaa weeye ridahayga oo raalli baan idinka noqonayaayo weligay dambe idin caroon maayo markaasaa ridaha ilaahay wax ka weyn jannada kuma jir markuu ilaahay ka soo sheekay jannada iyo naciibkeeda iyo barwaaqadeeda iyo waridwaanu min allaahi akbar ayuu ku dambaysiiyey walaalayaal towfiiqda allahna waafajiyo waddadaa jannada loo marayo wixii laga sheekeynayay oo dhan isku soo uruurintoodu taa weeye ee cadaabka ilaahay lagaga badbaadayo shakhsi walba naftiisa ha ku dadaalo mu'tamarka ama ijtimaaca ama kulanka ama fadhigaa la wada fadhiistay magaca doontaba ku magacow lianna mu'tamar min i'tamara ya'tamiru fahum mu'tamiruuna meel bay ku tashanayeen weeye markii si gaar ah ma fahantay horta mise waa iska tir ahaan mu'tamar ijtimaacna waa meel lagu kulmay weeye hadda halkaynu ku kulannay aynu kala noqonno iimaan ziyaaday qofku haddii lacag u ziyaado maxaa lagu gartaa mathalan mushaharkiisa meeshaan meeqaa la qaadqaataa 10,000 iyo mise waa ka badantiin lacagtiin aad uma kasii aqaane yani ka soo qaad 30,000 40,000 iyo ma lacag fiican baa mise waa lacag yar 100,000 iska dheh 100,000 xaajigii 100,000 bishii qaadanayay 100,000 bishii tan gaalada imisay ku noqon 100,000 100,000 meeshuu qaadanayay ayaa mar qun milyan looga dhigay milyan baa looga dhigay bishii soo lacag fiican maaha mushahar fiican soo maaha maxaa lagu garan marka
حيس بدلي يا شيخ نقول شيء شورن بس بدلي شو ما قرقي ويش بدلي علاقتي ويش بدلي سلانتي وحور الكراسي ده يو واحد يفرق إني نقبل بدل شو ما قول كان جيف خير راجي نقبل بدل شو ما قال إن قرن بعد هي تعبان كان نقبل بدل شو ما قال عصوب شو ما شو وحش عن تدي واحد كسر هجاجي شو ما شو الله قارك ما يشوف مشارك مزيادة إيمانك هادو زيادة محل قو قرن أفرت عشيت جوكتي كل كو إيمانك كو زيادة محل قو قرن إيه وحكو زيادة كلا بل شيك يا وها بالضبط عمل كي صالح كو زيادة عمل كي صالح ها بكو زيادة عمرك يا رب أتكو جرتي صلاة دادي باسيدي هو كفي عنان هذا هذا نهري نوافش يسون كأذا نقول دالي جري ود دالي صلاة سنة الله إن تكن ميسي سنة تكون دلالي إيشا صلاة الليل بعد يلا نيشا تذكر مرك إيش كذي افتحنا ونقول والبحبيب والبحبيب كيسا خلي لنا نغلو حبيب كأقوى ذو كما الله ربك مليكك سيدك مرك هسات خلي لنا نغلو نيشا حبي يا ربي يا الله ذا هيبا كو إزعاجنا يو هردد كو ديدي إلا هيبا تلمامي ويك عن كلية مؤرن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون جفوة دعيسة يا إنجيك يو قرن شواء يا يو قوشي يكو جيفين ما هاش كاو وكعي ماها فراش كيف أكو حمانة يا سيدي بيقشو ملق بيقبو لقشو وكالي أما قد حلو دقائي وكالي وكبوديا لحب في قلبه لمولاه وسيده تاسكو زيادي قل كاسات قيام الليل يا لتي قل كاسات صلاة الضحى يا لتي قل ك وحكو زيادي قرآن أخرسك وحكو زيادي أذكارتي حب الله بكو زيادي مقصود كي يوجد هذا كما دنبيست لقدون يو اجتماعات كان يكون ماذا نوعنا وتاوي هذه تالق واي وحفا إذا لا مال هذا لما صوهر قف ولي بمرك واين كد دالا إنه كترجمه أو أرمها صالحة ويش العمل الصالح إيه وناكسن لله هذا وانا يسو إيه ولي بكان خاص كإيه خليق أنيق بينك وبين ربك محل قو قدري كرا إيش الدنيا معيتها أحبابا طبن كيلو ذهب يكتبن كيلو حلوى كدور الله هذا قال لك فردي ما شاء الله شيء من كان اللي يرضى قبلها ما ذهب كل قبلها ذهب وجعلين 10 كيلو ذهب يا 10 كيلو حلوتي تي او فعنيت حلوى حلوى حاج عيسى حلوى انت اللي يقنت وين يا مليني كره حلوى حاج عيسى حلوى ذا سوانا اكسن يا 10 كيلو ذهب كلا دور هدي لو راكل كلا دورن لايد ذهبك ذهبك ترى انسوما بل ويل ير ان ير وافعنا لا اذا دون لا جوغو او شنجر اما قبر ير او شنجر او ير او حلودي هورتيدا سو دغ 10 كيلو ذهبنا سو دغ كي دورن لاي حلودا وح كزادات كو اخرشو القران والتوراه والانجيل وما انزل الله من كتاب اتراه الذهب كا كفيعان يلي مايو لغونا دغالي مايو هذا مبلغ علمه هل كاسو غارسي عقلي يسا انت غارسيسن عقلي سودا دنكا معانه افكا كبحي اي هنغوريغا تغي الا حلوه هذه علوشه تكتدي يدي بريش كو اسكو ميد دان مالا انت سون با اموقتا وحان هذا وجيدا مركه ميشان حلوه يو يو ذهب منا كما هيه حان وجيدا وا توصالو والله لا اله الا هو حنا ليه هي ور ذهب كان قاتا ان ذهب كشريش حد عني ميش لكن عقلي قاعد كو شيء عاقبة أمره إنه كفي عياي حلوة كفي عياي شو ما عقلي قاعد كو شيء وعمل الصالح إنه بريق الدنيا كفي عياي هو شيء كده أو كده دال أو كده تنصو أو ركعة السنة إنك كاتك تحكولا أتكاتو صلاة الليل فرض قال لي ما يو صلاة الليل ما أنت أيه رافتك ربضة يول والكاجة هلا أركو هلا قادر يمو marka waxaan isu dardaarmaynaa quraanka in gudadaal wirid quraan waa inuu yelanno quraankii in aad adigu shifa ka dhigato waa shifa buu ku yahay caafimaad buu ku yahay
xirsi ilaaligu ku yahay ha ka hujroonin oo qur'aanka markaan fursad hela uu ha odhanin wardi aad ka tagaynin samayso oo sida nin ama qof soomay oo afurkii iloobay miyuu jiraa ma iloobi kartaa saas oo kale wardiga qur'aanka ku noqdo haddii xataa aad iloowdo adigu qalbiga ayuusan iloobin qur'aankaana isu dardaarmaynaa barashadiisan isu dardaarmaynaa inta baratay wardi inay ka dhigtaan ma isu dardaarmaynaa intaan xataa xifdisanay wardigaas inay ku dadaalaan bishii haddii caamatu nnaas baa lala hadlayaaye bishii haddii mar la dhammeeyo alkhawaas waxaan uga jeedaa dadka uun calaaqala leh dacwada iyo diinta iyo qur'aanka iyaga usbuuc ka yar lagama rabo usbuucii mar waa inaad qur'aanka dhammaysaan usbuucii mar waa inaad qur'aanka dhammaysaan video baryahan aada carabta lagu nashriyo anigu aan hadlayo oo qol iga duubtay oo af carabiya ma aqaan soomaalidiina inuu soo gaarayin kale oon ka sheekaynayo beri aan yaraa oon masar wax ku baranayay baan xamar ku noqday fasaxii markaasaa aabbaheen sheekh cali suufi baa i weydiinayo oo ileh imisaad akhridaa qur'aankii waa dee tacliintii kale waabad ku jirtaay laakiin qur'aanka wardigaagu waa imisa markaasaanaan oo faraxsan baan waxaan ihi usbuucii baan mar dhammeeyaa waxaan isleeyahay waa lagu ammaani doonaa canaan baaba iga soo gaadhayba war maxaad ku hadlaysaa usbuucii baan qur'aanka mar dhammeeyaa haa war hadalkaa ma fahmaysaa wuxuu yahay waan aamusay wuxuu yihi macnaheedu waxa weeye buu yidhi usbuucii dhanna aayad kaste usbuucii maalin qur'aan arkaya inta kale waa iga maqnaanaysaa maxaad raacanaysaa mageel iyo adhi baad raaci maxaas iyo caruur baa ku daba taagan hala wuu ogaa ilaa naxaas iyo caruur iyo meesha hadday yimaadaan in arrintu adkaanayso haddaanu ku tuntuunsannahayo doctor cali iyo rag kale iyo intay group noo sameeyeen khayr allah siiye yaa allah usbuucii lagu dhammeeyaa waa runtii alaabtana ilaa naga dambaysay ee waxa weeye wuxuu yidhi oomise igado afar cisho ku dhammee ama saddex cisho qur'aanka ku dhammee mustawihiisa isagaa wuxuu ahaa saddex cisho inuu qur'aanka ku dhammeeyo taasuu ila rabay marka waxaan uga jeedaa أهل الخواص أهل القرآن خاصة حافظ القرآن إما سام ماشي أن قرآنك عبد الزنق عن تتاقى بل أنا أركي قبله ويلل وحبا ما أنا يعني وحار كلمة سوى وحبا سياسية ما يوحان أم لأن الكاساء يعوريه هذا وحبا أركي قعمها لما تاقيد معاه داعي mise waxaad leedihiin waa min baab riyaa oo isma sheegaayo taas maaha taasu kama wadno kow way iska daynaynaa dadka qur'aanka xifdiyayow aafatu xaafid alqur'aani wa cadamu lwirdi wirdi inaada lahayn wirdi qur'aan inaada lahayn marka wardi yeelo kanaan qur'aanka xifdinina wardiga waa laga rabaa xataa haddaadan akhrin karin qur'aanka duq gabowday oon weligii dhiganin islaan gabowday oon weligoo dhiganin soo dhigo musxafka mashaaikhda akhrinaya cajalada iska gasho cabdirashiid kuu sheegi maayo kuwa kale iska dhegayso aniga iskaba kaydaa kowdhe dhegayso la soco akhri wardigaa ku dadaala waa inoo dardaaran dardaaranka labaad een rabo meesha inaan ka bixiyo jarnaal jiir jazaahu llahu khayran arrinta uu ka dhawaajiyey tacdiimu lmusxaf hadda intaana idiin iman baan soo maray gabdhaha meel halkan ahoo aan waxba idinka fogeyn guri yaroo maaragtay ay meesha ay dhigteen meelo badanna waan ku soo maray hargeysaan ku arkay boorame jigjiga meelo badan uu tegey ilaahay amarkii shaqadan waa shaqe ilaahay uu ku manaystay mu'minaadka saalixaadka ah ma arag rag sameeyey arrintaa gabdho unbaa samaynaya inay idinka khayr badan yihin sidaa ku ogaada ahlu khayr yihiin gabdho camal weyn bay hayaan masaaxiftaas la bahdalay ee meelaha lagu tuuray ee qashinka qaarkood lagu tuuray bay intay jawaano ku guraan oy weliba baabuur u samaysteen oy doonaan waatu hadda ka sheekeynaya jarnaalka yay dib loo habaynaya wixii hagaagi kara markaasaa dib loo noolaynayaa la hagaajinayaa xataa waxay tuseen musxaf yar oo ay doonayaan inay sameeyaan weliba waan idinku bu'aaninayaa inaad u gargaartaan ood u kaalmaysaan oo warshadda ay doonayaan halkan ay kaysadaan iyo mishiinka ay rabaan musxafkaa u madbaceeya musxaf waraaqihiisu ay balaastig ka samaysan yihiin oo ayna jeexjeexmaynin waa hayaa nuskha ii soo dhiibeen hadda oo aan qalinka iyo ciyaalka waxa ay ku ciyaarayaan aan haynaynin marka inaad ugu gargaartaan arrintaa ood garab joogsataan waa dardaaran dardaaranka labaadna macallimiinta madaarista tacdiimu xurumaati lmusxaf